الإدارة الأمريكية زودت إسرائيل بإحداثيات ومواقع لمنظمات إنسانية وإغاثية ومستشفيات في غزة بهدف حث تل أبيب على تفادي استهدافها بالقصف، لكن إسرائيل قصفتها رغم ذلك، ومن بين هذه المواقع مستشفى الشفاء. هذا ما أورده تقرير جديد لصحيفة بوليتيكو الأمريكية التي قالت أيضاً إن المعلومات التي قدمتها إدارة بايدن لإسرائيل تضمنت إحداثيات دقيقة بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي GPS لمواقع المنظمات التي تقدم الغذاء والرعاية الطبية في غزة، ومع ذلك لم تتفاداها إسرائيل، ما أدى إلى تدمير بعض المباني ومنع الإمدادات الحيوية والوقود. التقرير أشار أيضاً إلى تصريحات علنية سابقة لمسؤولين في إدارة بايدن أوضحوا من خلالها أن واشنطن لا تريد أن تتحول المستشفيات لساحات معارك، إلا أن دبلوماسيين أمريكيين ألمحوا إلى انخفاض معدلات النفوذ الأمريكي على تل أبيب. قد تكون إدارة بايدن تحاول من وراء الكواليس، لكنها ربما لا تصل إلى أي شيء. عندما يشعر الإسرائيليون أنهم في وضع تهديد وجودي، فإن مقدار النفوذ الأمريكي ينخفض. بوليتيكو نوهت إلى أنه من غير الواضح إذا ما كانت إسرائيل تختار تجاهل المعلومات المقدمة أو أن أنظمة منع الاشتباك غير مكتملة، مشيرة إلى أن كلا الاحتمالين يثير القلق والانزعاج لدى الإدارة الأمريكية.